Hello everybody, this is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي يا ترى ايه الفرق بين special وكمان private؟ طبعا ناس كتير جدا بتتلخبط في التمييز بين الكلمتين. قال لي special معناها مميز، يعني ما اقدرش اقول عليها خاص، يعني لما الشيء يكون مميز عن اي شيء تاني او عن الباقي دايما بقول عليه special. حتى لما انا بروح لأي شخص عايز منه شيء فبقول له دايما أنا عايز معاملة special، يعني معاملة مميزة. فإن special بمعنى مميز وليس بمعنى خاص. أما private دي معناها خاص للملكية، يعني شيء ملك شخص، ده بقول عليه private. عشان كده لما أجي أقول لك إيه الفرق بين لما أقول private school and special school، قال لي برايفت سكول يبقى دي مدرسة خاصة، يعني مدرسة ملك شخص معين مش مدرسة حكومي. أما لو قلت سبيشال سكول دي معناها مدرسة مميزة، يعني المدرسة دي ممكن تكون حكومي ولكن مميزة عن الباقي. نفس الكلام لما أقول لك إيه الفرق بين سبيشال كار أند برايفت كار، قال لي برايفت كار دي عربية ملاكي يعني ملك شخص. أما لما أقول سبيشال كار دي عربية مميزة يعني فيها اكسسوارز أكتر من العربيات الباقية. يبقى إذا لما أجي أتكلم مثلا عن يوم شكل يوم شم نسيم فبقول شم نسيم is a special day for Egyptians، يعني يوم مميز بالنسبة للمصريين. أما لما أجي أقول أحمد goes to a private school يعني أحمد بيذهب إلى مدرسة خاصة. يبقى تاني special بمعنى مميز، أما private بمعنى خاص للملكية. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Assalamu alaikum.